هناك شيء مع الاي سي بي اليوم، شيء مع السياسه النقديه لا يتضرر الكثير، لكن هناك بعض تقارير تشير الى احتمال خفض الفائده، هل تؤيد مثل هذه التوقعات؟ خلال الاجتماع الحالي لا اعتقد ان هناك سيكون في تغير سواء من البنك المركزي الاوروبي او حتى من بنك انجلترا لسبب مهم. البنك المركزي الاوروبي لم يقوم بالدفاع عن اليورو عندما في انخفاضه خلال العام الماضي او في نهايه العام الماضي اللي وصلنا 1.20، لم يتم هناك اي دفاع من قبل البنك المركزي الاوروبي، فلن يكون هناك بنفس الوقت دفاع عن ارتفاع بالنسبه لليورو، هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى هناك تجاذب ما بين فرنسا وايضا المانيا. فرنسا يوم امس احد السياسيين قال انه اليورو از اوفر فاليود او اللي هو مقيم باكثر من قيمته، دغري بعد حوالي نص ساعه شهدنا من المانيا ميركل قالت ان اليورو is not overvalued، ليس فوق مستويات الحرب، تصريحات إذن. حرب تصريحات. فاليورو الان او كل الاسواق هي عباره عن حرب تصريحات، كما يحصل الان في الين في دولار مقابل الين. الين يرتفع على اثر الحديث عن انه في عندنا مساعد وزير الماليه قال انه لا نستبعد وصول او يعني اذا وصل الدولار مقابل الين الى مستويات ال 100 ين لن يكون هناك مشكله، بينما الاسواق تسعر هذه الخطوه وتسعر التيسير الكمي غير المحدود الذي سيبدا في نهايه العام او في بدايه العام 2014 بدا تسعير من الان. اليورو نفس الشيء، اليورو كما ذكرت لك هناك تخفيض في او انخفاض في الميزانيه، لا اعتقد فعليا ان يكون هناك الان يعني المزيد من تخفيض اسعار الفائده، لكن خلال الاشهر او خلال النصف الاول من العام ممكن ان نحصل هناك في تخفيض باسعار الفائده، هذا من ناحيه البنك المركزي الاوروبي. اما من ناحيه البنك اوف انجلند، البنك اوف انجلند اليوم في عندنا تصريحين مهمين. اول شيء قرار الفائده لن يتم هناك في تغيير ولا حتى اضافه في التيسير الكمي، بالرغم من انه كان الاقتصاد انكمش بواقع 3 اعشار، لكن لا ننسى لها انها موسميه ونهايه العام. الشيء الثاني سننتظر حديث لرئيس البنك يعني محافظ البنك قطر المركزي الجديد غير البريطاني، بالضبط غير البريطاني الكندي لاول مره بالتاكيد. فسننتظر ما يعني من الممكن ان يعطينا بعض الملامح عن سياسته العامه التي طبعا الجميع يعلمها في البنك المركزي الكندي، انه لم يقوم بتخفيض اسعار الفائده الا ما دون مستويات 1% خلال الازمه، حافظ على المزيد من التيسيرات الكميه، والان كان في عنده اخر تعليق او اخر قرار اللي هو وقف فكره سحب التيسيرات الكميه بعد بسبب انخفاض النمو وايضا انخفاض معدلات التضخم. فكان هناك في تصريحات فعليا وكان في هناك اشارات واضحه بالنسبه للبنك انه هناك سيكون في رفع الاسعار الفائده قريبا وايضا سحب لاجراءات التيسير الكمي. لكن هذا بالنسبه لكندا، لكن هل سيصلح ذلك بالنسبه للنموذج البريطاني؟ هنا يعتمد على 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 فهم يعني الاقتصاد بالنسبه له او متابعته بالنسبه للاقتصاد البريطاني. طبعا بالتاكيد هو كمحافظ بنك مركزي سياتي في الاغلب سياتي بالجديد، يعني من الممكن ان نشهد تيسيرات كميه اكبر كما حصل في كندا. الان عندنا شراء برنامج شراء الاصول البريطانيه بحوالي 375 مليار، ممكن يعني في الاجتماعات المقبله ان نرى يعني زياده في شراء هذه الاصول باكثر من يعني نوصل الى اكثر من 400 مليار، هذا شيء وارد. لكن الأهم معدلات الفائدة عند مستويات حوالي نص بالمية، فيما لو شهدنا يعني استمرار تحفظ البنك المركزي كما البنك المركزي أو مارفن كينغ كما سيكون تحفظ كارني الجديد. نعم، فمن الممكن أن نشهد فعليا استمرار أسعار الفائدة على ما هي عليه، لكن زيادة التيسيرات الكمية هذا شيء وارد، لأنه لا زال لا ننسى أنه الآن معدلات التضخم في بريطانيا أعلى من المستوى المستهدف لكنها يعني تنخفض تدريجيا، فمن الممكن أن يكون يعني نوع من الحذر في إضافة التيسيرات الكمية، لأنه لا نريد فعليا العودة إلى مستويات فوق 2%. نور الدين مفيد الحموري، كبير.